أعتقد التأجيل هو لأسباب تتعلق باللجنة التحقيقية، واكتمال قد تكون دلائل ظهرت جديدة لاكتمالها بالصورة المقنعة لدى الشارع العراقي ولدى كل القيادات السياسية في العراق. لا يمكن إعلان نتائج منقوصة أو مشكوك بها أو هشة قد تتسبب في استهجان من قبل الشارع العراقي. الشارع العراقي يريد أدلة ويريد إثباتات ويريد حقائق لهذه الجريمة الكبيرة التي هزت سيادة الدولة وعنفوانها وكرامتها. عندما تستهدف الدولة بشخصها الأول والأكبر، إذا هناك ما يشار إليه بأن هناك طرف أقوى من الدولة، وهو ما يسمى بالطرف الثالث. أنا أسميه الآن بالطرف الأول، لأنه لا يستطيع أو لا تستطيع جهة أن تسمي هذا الطرف بسبب أو لآخر، لأنه قد يكون يسبب الإزعاج أو الإحراج أو حتى الإرباك الإداري والسياسي والأمني للدولة. إذن هو بمسمى آخر هو أقوى من الدولة، أو تظن هكذا تصورات الشعب العراقي. لماذا الدولة عاجزة وكل المكونات السياسية عاجزة عن كشف هذا الطرف، ما لم يكن هناك جهة أو تكن هناك جهة داعمة وأقوى من الدولة لهذا الإشارة أو لهذه الإشارة بالطرف الثالث؟ أعتقد التقرير عندما يظهر يجب أن يظهر تقرير مقنع وتقرير بأدلة، وإلا سيتسبب للكثير من الإحراج وكثير من الاتهامات وأيضا كثير من التأزيم للشارع المتأزم أصلا في وقتنا الحالي. ما أعتقد هناك ربط بين المؤتمر الذي عقده الشيخ الخزعلي وإعلان النتائج، لأنه مسبقا إعلان النتائج كانت الدولة في سياق إعلانها حتى وإن لم يظهر الشيخ الخزعلي أو يظهر غيره، لأنه إذا سلمنا بهذا الاتجاه إذن هناك بمصطلحنا العام نسميها هناك بيع وشراء بين هذا الطرف أو ذاك لنتائج مرجوة من الدولة أن تكون حاسمة وقوية وتثبت كرامتها وسيادتها وشخصيتها المعنوية في اتخاذ القرارات المصيرية. لا يمكن لأي دولة أن تخفي قاتلها وتخفي من يتعدى عليها بابتزاز أو مزايدات أو مساومات أخرى قد تحصل عليها الدولة. الدولة دولة مهما يكون الطرف المقابل، لابد من لي ذراع وكسر ذراع حتى لا يتكرر أو لا تتكرر هكذا حالة طيب باستهداف أستاذ الدولة داوود، يعني التي هل هي ننتظر قيمة كل العراقيين؟ من تقرير النتائج، يعني هل ننتظر معلومات صادمة أم ربما المعلومات التي سيتم الكشف عنها ستكون متوقعة عند البعض ربما؟ باعتقادي ليس هناك معلومات صادمة. وعندما نعود قليلا إلى حديث السيد مقتدى الصدر، وهو يطالب بكشف المكشوف، يعني ما معناه؟ هذه الجهة معروفة لدى غالبية القيادات السياسية وأيضا معروفة لدى السيد رئيس الوزراء. في أثناء قصف منزله قال: أنا أعرف من قام بهذه العملية، ولكن أنتظر نتائج التحقيق. أي معنى التخمينات موجودة لدى المسؤول ولدى الشارع العراقي، بل لدى المسؤول ليست تخمينات وإنما معلومات مؤكدة. عندما يقول شخص بمستوى قائد الدولة رئيس وزراء العراق السيد الكاظمي يقول: أنا أعرف من قام بهذه العملية، إذن هناك دليل قاطع بأن الذين قاموا بهذه العملية معروفين وأين يسكنون ولمن ينتمون وما هو الدافع الحقيقي وراء هذه الرسالة التي وجهت إلى السيد الكاظم بأنه تحت مرمى أهداف هذه الجهة، إن لم يكن ضمن سياقات عملها وضمن سياقات توجهها في المستقبل. أعتقد ليس هناك نتائج صادمة. الكل يتوقع ويتحدث بشكل سري حول هذه الجهة، لكن نحتاج إلى إثبات ما نتوقعه والدليل القاطع لكل المسميات السياسية في العراق، بأنه عندما يوجه اتهام إلى أي جهة لابد من دليل مقنع وليس مسرحية أو تمثيلية تصاغ في غرف معينة لتخرج لنا بأدلة ضعيفة ومهزوزة وغير مرحب بها وموضوع بالحديث لها. أستاذ داود عن المسرحيات والتمثيليات، يعني إلى أي درجة يمكن القول بأن هذا التحقيق سيثبت حقيقة وقوع الجريمة بخلاف ما يروج له البعض ويتحدث بأنها قد تكون مفتعلة أو مزعومة وأنها لم تقع أصلا حادثة على منزل الكاظمي؟ المعطيات التي ظهرت مع الجريمة يا سيدي الفاضل في الوقائع الأولى لاستهداف منزل السيد الكاظمي، المواطن البسيط استشعر أن هناك
أيادي خفية نفذت هذه الجريمة، ليس الأيادي المسمى لها أو المشار لها بأنها هي وراء الجريمة. لما شاهدوه من صور قد تكون ملفقة أو قد تكون مدروسة مسبقا وضعت بهذا الاتجاه، ولذلك الناس تتساءل كيف لمنزل قد يسكنه السيد الكاظمي أو قد يكون لعائلة السيد الكاظمي يقصف من جهة فاعلة وجهة قوية. ماذا أرادت بهذه الرسالة؟ ماذا أرادت بهذا الاستهداف؟ وهذا حقيقة استهداف يهز أركان الدولة العراقية، ليس محليا وإنما أمام الأنظار الإقليمية والدولية. منزل فارغ يستهدف بهذه الشكل وبهذه الحالة قد يشكك في كثير من أنه مسرحية، وقد تصاغ أيضا مسرحية نتيجة هذه التحقيقات. فبالتالي الشارع العراقي الآن ينظر إلى القوات الأمنية موضع ثقة، وإلى الحكومة موضع ثقة أيضا، لكن يطالبها بتقديم أدلة مقنعة وأدلة دامغة وتبرز أسماء هؤلاء المتهمين، لكي يطمئن مستقبلا أن الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها. وأعتقد الدولة بأجهزتها الأمنية وقياداتنا الأمنية البطلة قادرة بهذا الاتجاه، وهي أثبتت في كثير من المواقف قادرة على ردع أي اعتداءات سواء كانت خارجية أو محلية، لكن يعني قد أستاذ داوود، تحتاج من إلى وجهة مزيد من نظرك الصبر وإلى الشخصية مزيد من لنتحدث، من وجهة الانتباه. نظرك الشخصية أنت يعني ربما لا تعارض تلك الأقاويل والأحاديث التي تحدثت عن أن محاولة الاغتيال هذه ربما كانت مفتعلة وليست حقيقية. يعني أنا واحد من الناس اللي شاهدت الصور حقيقة في وقتها، وصرحت على كثير من القنوات أنه هذه الصور ليس فيها دلائل على أن هناك سكن في هذا البيت أو توقع بوجود رئيس الوزراء أو أي حالة من حالات الثراء لرئيس الوزراء. بيت مهجور وبيت متروك، حتى عفوا فراش للأرضية ما موجود، أي دليل قاطع بأنه مسكون. لكن هي قد تكون من وجهة نظر أخرى هي رسالة للسيد رئيس الوزراء أنه عندما نطال هذا البيت قادرون على أن نطالك في أي مكان، فانتباه لما تقوم به وما تتعامل معه معنا أو في المستقبل الذي قد نكون نلتقي سوية في موضع اختلاف أو في موضع جدل، فيجب أن تكون بصورة حقيقة رخوة وبصورة متجانسة ومستجيبة لما نطلب منك. هذه الرسالة أنا فسرتها هكذا، لكن كجريمة قتل هي لم تكن جريمة قتل، وهي ما استهدفت مسكن فارغ كان يستخدمه السيد رئيس الوزراء، واعتبرها رسالة تهديد ورسالة وعيد وإنذار وتنبيه للمستقبل الذي قد يلقي بظلاله بين هذه الجهة والحكومة في مواقع كثيرة يراد منا أن يكون مرن ومسالم لهذه الجهة. فالمعطيات تشير إلى أنه لابد من إظهار الحقيقة بالكامل حتى نثق بالدولة، وأيضا من جهة أخرى الدولة مطالبة بكشف قتلة المتظاهرين سواء متظاهرين من المنطقة الخضراء أو قتلة متظاهري تشرين في السابق، لحد اللحظة لم يكشف عن القتلة. وأيضا في وقت ذاك سمي بالطرف الثالث مثل ما اليوم نسميه بالطرف الثالث. كيف لا تستطيع دولة بكل قياداتها وأجهزتها الأمنية وقدراتها أن تكشف هذا الطرف الجني المختفي الذي لا يظهر إلا في أوقات الشدة في القتل، يقتل وينفذ ويختفي دون رادع ودون حقيقة، وسيلة إقناع بأنه الدولة غير قادرة. أنا لا أقتنع تماما أنه دولة بثقل العراق وبثقل الأجهزة الأمنية غير قادرة على كشف الطرف الثالث، إلا إذا كان هذا الطرف هو أقوى من الدولة، وباعتقادي هو كذلك طالما الدلائل تشير أنه الدولة غير قادرة على كشفه في الوقت الحالي. طيب، بحديثك أستاذ داود عن ضحايا التظاهرات وأيضا عن شهداء الاعتصامات والناشطين، يعني إذا ما ربطنا بين توقيت حادثة الاغتيال من جهة وما حصل من تصعيد في محيط الخضراء، يعني كيف ترى الترابط بين القضيتين في ذات التوقيت باختصار لو سمحت؟ تفضل. أنا أعتقد التظاهرات حق مشروع، بل ليس أعتقد بل جازم أن التظاهرات حق بالتأكيد. مشروع، المطالبة بالحقوق كفلها الدستور ضمن المادة 38. لكن أيضا معالجة التظاهرات لا تتطلب القتل واستخدام الرصاص الحي، هناك حقيقة آلية واضحة ومتفق عليها دوليا بمعالجة التظاهرات، يستخدمها جهاز مكافحة الشغب مثل الأجهزة المطاطية وأيضا
الماء الساخن، خراطيم المياه، وقنابل الدخان الغير مؤذي، وبالتالي استخدام الرصاص الحي هذا حقيقة هي قتل متعمد وأيضا تجاوز على الدستور. فبالتالي ما حصل في تلك التظاهرات حصل نفس العملية في هذه التظاهرات، والأيدي التي قتلت المتظاهرين آنذاك هي نفس التي قتلت هؤلاء المتظاهرين. فبالتالي على الحكومة أن تكون جادة وتعطينا دلائل ومؤشرات. نحن مساندين للحكومة، داعمين لإجراءاتها بكل حدة. نعم. نأمل أن تكون دولة قوية، أن تكون حكومة مقنعة للشارع العراقي. إن تساهلت هذه المرة كما تساهلت في تلك المرة، فإذا مستقبل الحكومة ومستقبل الدولة حقيقة في كف عفريت لا يمكن السيطرة عليه في المستقبل. الدولة دولة مهما يكون الطرف المقابل، لابد من فرض هيبتها وكرامتها وسيادتها، وإلا سنكون دويلات داخل دولة نعم ونفقد السيطرة مستقبلا، ونفقد أيضا الدولة تفقد الثقة ما بينها وبين الشعب العراقي. نعم الباحث بالشأن السياسي الأستاذ داود الحلفي، كنت معنا مباشرة في الخلاصة، شكرا جزيلا لك.